السلام عليكم، نرحب بكم ثانيا في مساق السمارت جريدز. بنتكلم الآن عن الأبتمال باور فلو، بنتكلم هنا عن الموديلينج انسرتينيتي الويبل كيرف بشكل أساسي. طب هذا إيش هو الويبل كيرف؟ لما نيجي نتطلع عليه هو مش الجاوسيان تبعي، لأنه هو بتعدى هنا مايل بزيادة في الاتجاه هذه، فهذه الشكل تبعه does not fit الموجود عندي. ولو انا بدي احط له modeling تاني من خلينا نقول بيل كيرف جاوسيان كومبينيشن للجاوسيان بيزبطش، لانه هذه عبارة عن one single. يعني فيها ايش هذا اللي بعمل فيها؟ هذا بنعمل فيتنج للديتا الويند سبيد، يعني الفريكوانسي للويند سبيد. بحط هذا الويند سبيد متر بالسكند، وبشوف الفريكوانسي قديش بتتكرر هذه بشكل اساسي. هذه بلاحظ هاي السرعة متر لحديت مثلا عند 22 متر لها، وقديش تكرارها. فالشكل هذا هذه بالسنة الفريكوانسي، يا بعملها بالأور يا إما بالسنة، وبشوف كيف الشكل تبعي الموجود. بس هذا الشكل دائما بستخدم في الموديلينج للسبيد أوف ذا ويند. الآن في عندي حاجتين، التو بارامترز اللي بيجوا، حاجة إلها دخل بالسكيل وحاجة إلها دخل بالشيب. يعني إيش بنقصد بالسكيل والشيب؟ السكيل اللي هي الارتفاع الماجنتود، والشيب اللي هي العرض. هذا اللي بنقصد فيها. يعني لما اجي اطلع هان هاي المعادلة الموجودة عندي للويبول كيرف اللي هي f of x conditioned given a and b، بدي ساوي b على a في ال x على a في ال b minus 1 e to the minus x على a في ال b. هاي ال x وهنا ال probability density اللي احنا معطينها هان. الان ال a اللون الازرق معطي a بتساوي 1 وال b بتساوي نص. اللون هاي الموجود عندي ال a 1 للكل، هنا ال b تراوحت عندي من نص لحديت ايش 5 في الجولد الموجود عندي هان. كويس. الآن زي ما بنلاحظ انه في اختلاف في الشكل الموجود عندي، بس هذه البارامترز اللي انا بوحي فيها. هاي هذه مثلا تطلع عندي لما A بتساوي 1 والB بتساوي 1.5، هاي الشكل الموجود. هذا شكلها قريبة للبيل كيرف، وهذا مش بالشكل الواقع. هذا عملت لما A بتساوي 1 والB بتساوي 5. طيب الابليكيشن اوف probabilistic analysis in power system، ايش بدي اعمل هذا؟ الباور البروسس اوف ذا فلو، في بنستخدم حاجه بنسميها المونتي كارلو سيميليشن، از جينيريك ميثود فور performing probabilistic analysis. المونتي كارلو هي متخصصه تيجي مع الاستوكاستيك سيستم والبروبابيلستيك اناليسيس، يعني هذه جزء منها موجود مخصصه زي ما احنا شفنا قبل شويه في للنوميريكال اناليسيس ميثود. هذا جزء من النوميريكال اناليسيس، بس هذا متخصصه في البروبابيلستيك اناليسيس. ايش بدي اجيب؟ بدي اجيب مودلز اللي هي يعني بدي اطلع عليها probabilistic distribution PDF distribution function of loads generator technology. هدول بحطهم الآن. الآن sampling or random generation of the input variable. أنا إيش بدي أسوي؟ ال input variables اللي عندي هذه بدي أعملها generation، فبدي أعمل sample size. يعني أنا بدي أعمل prediction و computation لها. بدي أعمل بعدها power flow و optimal power flow calculation زي ال RMS اللي عندي او EMT اللي هي لها دخل هي هذه بالستيدي ستيت او بالايش الترانزيشن الموجود عندي. اللي بعدها RMS اللي هي الار مين سكوير اللي عندي. الان بعدها بدي اطلع عندي بدي اجي هذا اللي بدي يجي في التست اللي هان store data of the output variable. الان باجي التست اللي عندي بفحص. ايش اللي بفحص؟ stopping criteria
اللي بدي اعملها هل هي ساتسفايد؟ اذا ساتسفايد بدي اروح للخطوه التاليه statistical analysis of the result. اذا لا بدي ارجع ثاني للخطوه هاي. الان هذا في حاجه مهمه جدا اللي هي السامبل سايز وايش الايديال سامبل سايز اللي اخذها، لانه هذا بتتطلب عدد كبير من الستاتستيكال الموجود وبدي سيرتن ليفل اوف ستاتستيكال كونفيدنس، يعني انا بدي اشوف هذه الفاليو اللي عندي فاليد ولا لا. نيد تو ديفاين انذر سورت اوف ستوبنج كرايتيريا، يعني بدي يكون عندي ستوبنج كرايتيريا عشان اوقف او بدي اعملها. عاده ممكن الموت كارو اشغلها بحيث احط مثلا عدد اتريتيف عالي، يعني اجي اقول مثلا بدي 100,000 اتريشن وتوصلها. الان احيانا بصير كونفرجنس بدري فما فيش داعي اروح لهذه الاتريشن. الان الستوبنج كرايتيريا، هاي عندي الستوبنج كرايتيريا. الستوبنج كرايتيريا عندي تنتين، واحده الموجوده هان والثانيه الموجوده هان. الان اللو اوف لارج نمبر ذا كالكوليتد كوفيشنت اولويز تند تو كونفرج تو normal probability distribution function provided a large number of simulations are generated for given random variables. يعني عادة ايش بتقول؟ لو انا اخذت عدد كبير من الاتريشن في الاخر حوصل لنورمال probability الموجود عندي. الان هذه الكريتيريا هذه بتدور على مين؟ على المين سكوير اللي عندي هذا وايش الفارينس الموجود. الان ال h function اللي هي بتمثل uncertainty ل x، فهذه بتطلع عليهم اذا هذا صار within range اللي عندي الرقم المحطوط هذا ال epsilon r فبوقف. الان هذه ايش اللي بيصير فيها؟ احيانا بصل للiteration مش للoptimal، يعني بضل في عندي هذا بسميها suboptimal او local solution، فانا بدي اروح لمين؟ لحاجة ادق فيها. هذه الانفرس فانكشن اوف نورمال بي دي اف اللي عندي اللي هي بمثلها فيه والهانا واحد ماينس دلتا الكونفيرجنس بروبابيليتي الموجودة عندي هاي. فهذا بتاخذ المين على ال زي ما شفنا هنا الانفرس فانكشن اوف ذا نورمال بي دي اف الموجود عندي. هذه كرايتيريا تاني بحيث انه لو هدول الارقام مت الكرايتيريا بس ما وصلتنيش للفيزابل سوليوشن، هذه اللي عندي ايش بتضمن انه انا وصلت للفيزابل سوليوشن او للابتمال سوليوشن. الابليكيشن ان دي مونتي كارلو السيميوليشن ايش هاي تيبكال رول اللي عندي وهاي البروبوز رول اللي عندي. هاد ايش بلاحظ؟ هذا بعمل ميجرنج للدامبج ريشيو which is used to measure the rate of decay of the oscillation in the system when a disturbance occur. هاي عندي الايش اللي عندي الثيوريتيكال مين اللي انا بدي احسبه. الان هاي البروبوز اللي عندي. الان ايش هذا الستوبنج كرايتيريا للبروبوز؟ هذا لقيت على الرغم انه لسه في اوسيليشن هنا الا لقيت انه خلص هذا الديفرنس بينهم صار زيرو فعملت ستوبنج للكرايتيريا هذا. وهي على الرغم ان هاي اذا بتطلع على النمبر اوف سيميليشن والريلاتيف ايرور في ايرور بين التنتين. هاي شايف هنا لسه هاي البروبوزد اللي عندي وهاي التيبكال الموجود، يعني هدول ما انطبقوش على بعض. على الرغم من هيك هادي اعطتنا الستوبنج كرايتيريا قالت لي لا احنا وقفنا هان عند ايش 1600 اتريشن. طيب الموديلنج اوف ذا اوتبوت باور اوف ا ويند توربين. الويند توربين ايش اللي عندي؟ عند الويند توربين في ثلاث شغلات بتميز اللي هي ايش هي؟ في سرعة الريح، هاي الشكل الكيرف الموجود عندي، في عندي cut in velocity وفي عندي ايش cut off velocity والrated velocity. cut in قبلها الباور الموجودة مش كافية لتشغل التوربين. الان بتبدأ تشتغل هان العلاقة ايش شكلها؟ linear تقريبا، كل ما تزيد الريح بزيد ايش الباور output لحديت ما وصل لها. هذه المنطقة بنسميها النون لينير. في النون لينير هنا ايش بقى؟ الاوتبوت بتبت ثابت
على الرغم أن سرعة الريح بتزيد. هذه تنعمل في كنترول ألغوريتم تعمل بحيث أنها تتحكم فيه. الآن بعد هذه السرعة عند الكات أوف إيش اللي بحصل؟ هذا السرعة صارت خطر على الأجهزة على التربان تبعي، ممكن تعمل دامج للأجهزة فيزيكلي. فإيش بيصير؟ بيصير شات داون للتربان. فأنا هاي الماكسيمم باور تبعاتي في الباور ريتد، هنا العلاقة لينير، هذا العلاقة نان لينير. الآن لو بدك تتعرف أكثر روح على المودل الموجود عندي. هاي المعادلة تبعت الأوتبوت باور، لما V تبقى أقل من الكات إن بتعطيني زيرو، لما تكون أكبر من الكات أوف بتعطيني زيرو، ولما جاية من بين الV ريتد والكات أوف بتعطيني البي ريتد. هنا هاي المعادلة اللي بتعطيني إياها اللي قلت عنها معادلة الإيش اللينير، علاقة اللينير نوعا ما في هذا الاري. هذا اللي تكلمناها عنه. الآن في حاجة بدنا نطلع عليها في هذا المجال في الرسمة اللي جاية. In the non-linear zone using a certain pitch control strategy such as the pitch of the blade of the turbine to harvest the most energy out of your incoming wind to create the most possible active power الموجود عندي. هذا في النون لينير انا بدي اعمل كنترول للبيتش الموجودة اللي هي تبعت البليز بحيث انه احصل على اكبر قيمة ممكنة من الاكتف باور في هذه المنطقة. الان between the rated wind speed and the cut off wind speed you limit harvesting from the wind again by using the pitch of the blade اللي عندي. The pitch of the blade هي اللي تتحكم في سرعتها بحيث to keep the power output at its rated a safe limit. هذه اللي عندي. If the wind speed becomes too large then you shut your turbine off. This is why it is called pitch regulated wind turbine. يعني هذا بنسوي. الآن the inner control loop في الرسمة الجاية is usually very fast on the order of microsecond or a few millisecond. It takes care of injection for instant the reactive power during three phase fault. The gray control area work on the order of a few seconds even to a few minutes. يعني هذه أبطأ slow. بس هذه this is for instance where you adjust the reactive power set of the wind farm rather than just the instantaneous injection. يعني هذا أنا بشتغل على إيش؟ على reactive power. أنا بشتغل على real power اللي عندي في هذا المجال. In short, the gray area control your intended dispatch. The green area control your immediate response. يعني هذا ال immediate response اللي عندي لل green area. It is important to mention that when you are altering this set point Q reference اللي عندي تبعت ال reactive, you could either define it yourself or modify your algorithm to calculate it for you. يعني هذه بتقدر أنت تعملها زي لحالك او تعمل كالكوليشن. اذا بدنا نشوف هاي الموجود عندي، هذه سميناتها الجرين اريا، هذا اللي عندي الفاست كنترول الموجود عندي، هذا اللي عندي السلو كنترول. يعني هذا لما نقول له السبيد عندي في المايكرو او الملي سكند، هذا السبيد عندي في المينتس والسكند واحيانا في فيو مينتس الموجود عندي في هذا المجال. وهذا جيد لاحقا لما نتكلم على الكنترول للسيستم، بس هذا بنتكلم عنه انه سلو وهذا فاس في هذا المنطقة. ناخذ بريك ونرجع نخلص الجزء الاخير ان شاء الله.